أهلا فيكم أعزائي المشاهدين. واصلت جمعية النهضة النسائية برنامجها الذي ركز على حث المواطنين على المشاركة في انتخابات المجلس البلدية في دورته الثالثة، حيث كان أمس هو يوم الاقتراع واليوم هو إعلان النتائج. عن هذا الحدث معنا بالاستوديو هاتنا في الرياض الأستاذة هبة الزامل، مديرة العلاقات والإعلام بجمعية النهضة النسائية. مساء الخير أستاذة هبة. مساء الأنوار يا حبيبتي. يعطيك العافية. أمس كان هو يوم الاقتراع، تحدثينا كيف كان ومدى أهمية هذا اليوم للمرأة السعودية خاصة؟ والله كانت تجربة يعني محفزة جدا، احنا كسيدات انه اول مرة يسمح لنا ان نمارس حق من حقوقنا في اختيار مرشحنا اللي احنا نشوف انه مناسب ويمثلنا في دائرتنا. في دائرتي كان في واحدة من المرشحات جايبة معاها بناتها اللي عمرهم 12 و14 سنة عشان يعيشوا التجربة هذه، لانه يعني التاريخ حيتكلم وحيحكي عنها بعد سنوات. فكانت تجربة جميلة وشفنا المرشحات في المقرات وكانوا يعني يشجعون ويعني عندهم روح مبادرة أن أي أحد يفوز إحنا مبسوطين فيه، لأن التجربة بنفسها كانت يعني فريدة وحبارية الأولى كمان. نعم. كانت التجربة. نعم. يعني أنا أحس من كلام كذا حسيت بمناخ عام إنه من الوعي اللي. نعم. ساير موجود عندنا، كونها كمان أول يعني حملة انتخابية لنا إحنا كسيدات سعوديات في البلد. صحيح، يعني هي الأولى، وكنا يعني منذ يعني إصدار قرار من الملك عبدالله رحمة الله عليه بأن المرأة ستشارك هذا العام بالانتخابات كمرشحة وناخبة، وإحنا نعد العدة إلى هذا اليوم. يعني كنا ننتظره بفارغ الصبر، وكنا إحنا في جمعية النهضة مثلا عملنا حملة إعلامية كبيرة بدأناها بتدريب وتوعية المجتمع لغاية ما اليوم أو أمس يعني مارسنا حقنا، واليوم الحمد لله يعني النتائج كانت جدا جيدة. أنت قلت نعد العدة، يعني فعلا يعني كان تحضير للمرأة السعودية وقفزة نوعية كمان في مجتمعنا إحنا السعودي. حتى انه ما بقول انه احنا تفاجئنا باللي فازوا، بس لا فعلا كانت يعني نتيجه مرضيه نوعا ما. يعني شوفي احنا ما نقول لك انه ما كان في عندنا قلق ولا كنا ما نعرف مدى وعي المجتمع او هل وصلتهم المعلومه بزي احنا ما كنا نبغاها، بس يعني كنا يعني على وعي تام انه الحملات التوعويه تحتاج الى تركيز وتدريب ومعرفه تفاصيل اللوائح الخاصه بالذات في الانتخابات البلديه. يعني كان في كثير راي في المجتمع انه طيب المجالس البلديه اللي فاتت ما كانت او ما أدت الدور اللي مطلوب منها، بس كان في قرارات جيدة تم اتخاذها، تم تغيير كثير من اللوائح، وحنا كنا نبني على هذا التغيير. فإن شاء الله الحين الكرة في ملعب المرشحين، وإن شاء الله نبدأ نشوف ثمار التغيير هذا على أداء المجلس وتحسين حياتنا الاجتماعية. طيب حلو، طيب كيف تتم يعني مراقبة الانتخابات البلدية؟ كيف الآلية اللي أنتم استخدمتوها؟ مش إحنا نستخدمها، هو في طرف ثالث هو الذي يشرف على عملية الانتخابات، وهم هيئة حقوق الإنسان. كان في مندوب في جميع الأفرع اللي فيها أو المراكز اللي فيها تصويت، سواء كانت مراكز نسائية كان في نساء أو مراكز رجالية كان فيها رجال، ومن الصبح لغاية العصر هم موجودين ويشوفون على كامل عملية التصويت على أساس أنها تكون عادلة منطقة سرية. محايدة يعني. نعم نعم. طيب في الحملات هذه تم منع من المرشحين انهم والمرشحات كمان انهم استخدام صورهم في الرسائل الإعلامية اللي كانوا يقدمونها، ليش طيب؟ يعني هو احنا نبغى نبدا يعني نبني ثقافه يعني انه الواحد ما يرشح على الجنس او اللون او القبليه او الخلفيه الاجتماعيه. حلو انه يكون الكل سواسيه، وانا اقدر ابدا ابحث في المعنى الحقيقي لهذا الشخص، دراسته، خبرته، الخلفيه الاجتماعيه حقته، لان هذا هو اللي حيأثر في ادائه في المجلس. هي رساله مره ممتازه استاذه هبه، يعني حتى احنا قبل الهوى انا سالتك ليش انه ما في صور، لا طلع انه المعنى انه نعود المجتمع احنا على ابعاد اخرى ثانيه. صح. يعني اكبر كونه صوره على انه مبدا. صحيح. طيب استاذه هبه، انتم في حملتكم في جمعيه النهضه صمت وصوت لدعم اختيار المرشحين بالطريقه الاصح. صحيح. تكلميني عنها.
يعني احنا لما بدأنا الحملة الإعلامية الثانية احنا الأولى كانت أنت أنتي الفتحة والكسرة، لأن الهدف هي مشاركة المجتمع بكل يعني أجناسه سواء نساء أو رجال. بعدين لما جينا نعمل الحملة الثانية اللي هي خلاص الناس كلها سجلت في قيد الناخبين، بس التسجيل في قيد الناخبين لا يكفي، احنا نبغى الحين الناس نحفزهم على أنهم يروحوا يصوتوا ويختاروا مرشحهم المناسب. فكنا نلعب على الفرق بين كلمة صوت أو صمت، ترى هو الحرف الميم والواو. فكنا نبغى الناس تحس أن لو أنا اخترت الصمت فأنا حكون شخص صامت في هذا المجتمع، ما حيكون لي دور فاعل في أني أنا اختار مرشح مناسب. فكنا نحفز الناس أنها تختار صوت، لأن صوت يفرق، وهو شعارنا أو هو الهاشتاج اللي احنا نتبعه في الحملة منذ تأسيسها، لأن كل مواطن له صوت وهذا الصوت له قيمة، وهو اللي يعني على أساسه تم ترشيح المرشحين اليوم. طب أثمرت طبعا نتائج هذه الحملة؟ يعني الحمد لله احنا راضين عن النتائج اللي وصلت لها الحملة. احنا كان هدفنا المشاركة المجتمعية، والحمد لله كان في مشاركة مجتمعية في مش بس المناطق الكبيرة في المملكة، يعني حتى المناطق اللي هي تعتبر اصغر محافظات او مدن صغيرة في ارجاء المملكة طلع منها كان فيها مشاركة، وطلع منها سيدات فازوا بالمقاعد في المجلس البلدي. فهذا يوريك ان المجتمع كله منفتح على الممارسة والمشاركة لتحسين البيئة الحياتية. عارف استاذ هبة، حتى احنا قبل الهواء كنا نتكلم عن فعلا اسامي قرى موجودة، معناته هذا الوعي ما صار مرتبط فقط عندنا في المدن الكبيرة، بالعكس يعني هذه خطوة تعتبر مرة كبيرة ان المرأة تشارك حتى في القرى والمحافظات اللي موجودة، معناته انه رسائلنا وصلت تقريبا. والحين احنا في عصر الانترنت، فاللي حيبحث على الانترنت عن معلومة حيلاقيها، اللي حيبحث عن يعني انظمة ولوائح وقوانين حيلاقيها، اللي حيبحث عن ناس يدعمونه حيلاقيها. فطالما انا عندي وسائل قاعد تساعدني على اني انا وبادر، ليش لا؟ ايش اللي يمنع؟ طب كيف شفتي مشاركة النساء؟ يعني هي مشاركة المرأة كانت صراحة فاعلة جدا. احنا كان هدفنا ان المرأة تشارك في على الاقل التصويت، او بالاقل على الاقل في تسجيل في قيد الناخبين. سجلوا في قيد الناخبين وبعدين طلعت اسماء انه في ناس رشحت نفسها، فقلنا حلو ان المرأة بدأت انها مش بس تسجل كمان رشحت نفسها. واليوم لما تم الاعلان في نساء فازوا، فيعني هذا الشيء كمان يعني فاق التوقعات الحمد لله، والامام افضل ان شاء الله ان شاء الله. طيب على اي اساس انتم تنصحون الناخبين والناخبات في اعطاء اصواتهم للمرشحين؟ يعني شوفي احنا ما ننصحهم نصيحه مباشره، احنا لازم كمجتمع نبدا اننا نتخلص من العادات الاجتماعيه اللي هي تعتمد على كثير اشياء صراحه للاسف ممكن تميز شخص عن شخص مش لكفاءته الاجتماعيه، مش لكفاءته كدراسه ولا كخبره، لا انه عشان عوامل اخرى. فاحنا دائما نبغى الشخص اللي يبغى يعني إذا أنا أبغى أنتخب الشخص المناسب لازم أبحث عن معلومات أكثر عنه، إيش عمل في المجتمع، إيش دراسته، إيش خبرته السابقة، إيش ممكن يضيف لي. كثير من المرشحين كان عندهم مقرات انتخابية وكانوا يتكلمون عن أهدافهم وتطلعاتهم، طيب خليني أنا أروح أحضر وأشوف إيش اللي قاعد يتكلموا عنه. لازم يكون عندي قدرة على أني أنا أقارن بين المستويات بغض النظر عن أي عوامل ثانية. طيب حسيت انه في وعي عند الناخب نفسه، يعني السيدات بالذات لما راح ينتخبون من وين ممكن انهم يستمدوا المعلومات او الفيدباك زي ما احنا نقول قبل ما يعطون اصواتهم للمرشح هذا؟ شوفي العمليه الانتخابيه هي عمليه جديده ترى على الجنسين، المراه بالضبط. والرجل، فيعني احنا نحتاج الى الممارسه عشان نقدر في النهايه اننا نضبط العمليه. فيعني هذه كتجربه اولى احنا نشوف انها الحمد لله كانت تجربه ناجحه. صحيح كان فيها اغلاط وكان فيها يعني بعض الملاحظات وكذا، بس معليش اول مره ان شاء الله الثانيه حتكون افضل والثالثه حتكون افضل، بس لازم نبدا عشان نقدر نطور. ودائما الواحد يتعلم من اخطائه وليس من انتقادات ممكن تبني على اشياء مو حقيقيه. الحين احنا عندنا حقيقه وواقع وتجربه، الحين نقدر نبني احنا عليها وتحسينها في المستقبل باذن الله. طيب ايش الايجابيات اللي انتم لمستوها، وكمان في نفس الوقت اكيد كان في سلبيات؟ يعني كان مثلا في من السلبيات مثلا اللي احنا شفناها انه لما كانت المرأة تبغى تروح تسجل في قيد الناخبين كان مطلوب منها اذا هي ساكنة في بيت اجار لازم تجيب ورقة من العمدة ومعتمدة، وهذا الشيء اثر على تسجيل كثير من السيدات. بس بعد احنا قاعدين نتعلم،
ان شاء الله في المستقبل حيكون افضل. لما كنا نبحث عن المرشحين كثير مرشحين ما كان في موجود معلوماتهم على الشبكات التواصل الاجتماعي، فكان صعب اني اعرف طيب انت ايش مقرك، وين فين مقرك الانتخابي، وايش الاهداف حقتك. ف يعني كمان مع في المستقبل اكيد حيكون في تحسين لهذا الشيء. بس بعد احنا يعني الحين قاعدين في طور كتابه جميع ملاحظاتنا، كل السلبيات وكل الايجابيات. طيب ايش اكبر الملاحظات اللي انتم شفتوها؟ زي اللي ما قلت لك، يعني الملاحظات ممكن تكون بسيطه وحلها سهل، بس ما اكتشفنا صعوبتها الا لما مارسناها. فان شاء الله يعني على الخطوات القادمه حنقدر نتفاداها. طيب والايجابيات؟ الإيجابيات صراحة الحراك الاجتماعي حلو كان، الحملات الإعلامية اللي طلعت سواء من وزارة الشؤون البلدية أو القروية أو من جمعية النهضة كانت جميلة ومحفزة وتخاطب الجنسين وكان لها أهداف اجتماعية حلوة رجعتنا أو خلت في ترابط اجتماعي لحب وطننا والمساهمة في تطوير الأحياء اللي احنا ساكنين فيها. وإن شاء الله إن شاء الله يعني لمستقبلنا ومستقبل أولادنا كمان يعني ننعم بحياة كريمة. يتهيألي هذه الانتخابات كلها يعني وسعت الأفق والتفكير أكثر للمواطن والمواطنة كمان على وين هم مقبلين، يعني وأنهم يرشحون طبعا الأفضل لهم، يعني رفع الحس حس نعم. المسؤولية المواطن بهذا الوطن أنه يبغى كأحسن وطن موجود، صح ولا لا؟ هو هذا هو الهدف ترى من أصلا المجلس البلدي نفسه، هو تحسين الحياة الاجتماعية في بيئتك اللي أنت ساكن فيها. فإذا أنا مواطن غيور على بيئتي، أنا أبغى كأم مثلا أبغى في الحي السكن اللي أنا ساكنة فيه يكون في حديقة عامة، يكون في مثلا مركز صحي، يكون ما يكون في حفريات، لأن أنا أبغى أولادي كمان يعيشوا حياة حلوة في حيهم. فلما أنا كمواطنة أبادر في أني أختار المرشح المناسب اللي أنا أعرف أنه يشبهني وحيمثلني، حقدر من خلاله أوصل صوتي للمجلس البلدي اللي أنا أتبع له، حنقدر نساعد بعض على أننا نحسن حي اللي احنا ساكنين فيه. وكمان أنا أكون مساعدة لهم، أني أنا أعطيهم الملاحظات وأقول لهم يا جماعة ترى في أخطاء هنا وفي حفرة هنا، وخلونا نساعد بعض على أننا نحسن هذه الحياة، لأن احنا كمان كمواطنين مش بس ترى لنا حقوق، احنا كمان علينا واجبات أكيد. ولازم نؤدي هذه الواجبات. طيب ماذا عن النتائج خصوصا في لجنة النساء؟ زي ما قلت لك اليوم النتائج، يعني قعدنا احنا من الصباح نستنى الاعلان، وكل دائره تطلع ويطلع فيها اسماء كنا يعني نتحمس ونفرح، فرحنا بانتخاب عدد كبير من النساء في المناطق كلها في السعوديه. الحمد لله يعني ان شاء الله يعني حيكون للمراه بصمه في مجالس البلديه. الحين يبدا يعني على قولتهم راحت الفكره وجت السكره، الحين التفعيل على ارض الواقع، الحين حيكون تسليط الضوء اكبر على المرشحين سواء نساء او رجال. لازم الان يبداوا يركزوا على انهم ينفذوا خططهم اللي وعدوا فيها الناخبين، لازم يبداوا الان بالتحرك لتحسين اوضاع الاحياء السكنيه اللي فيها مشاكل، لان يبدا العمل الان. طيب ايش هي رسالة تحبي توجهينها لكل سيدة دخلت مجلس البلدية؟ يعني كلهم الآن يعني إن شاء الله أنهم قد الثقة، وإن شاء الله أنهم حيكونوا قادرين على أنهم يحققوا جميع الأهداف اللي وضعوها في حملاتهم الانتخابية. كل التوفيق لهم، وأقول اللي ما فازوا مشاركتهم يعني صراحة ترفع لها القبعة، لأنها هم الأوائل. إن شاء الله حيكون في الانتخابات القادمة مشاركة أكبر للمرأة، ودائما احنا نتكلم عن أن المرأة تكمل الرجل والرجل يكمل المرأة، في المجلس البلدي الحين صار في المرأة والرجل، وإن شاء الله بإذن الله هذا حيؤدي إلى أنه يكون مجلس أكثر فاعلية. شكرا لك يا أستاذة هبة الزامل مديرة العلاقات والإعلام بجمعية النهضة، شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. أعزائي المشاهدين، طبعا برنامج سيدتي كان مواكب لانتخابات البلدية، والمخرجة والزميلة طفول العقيبي أخرجت فيلم بعنوان بنات بلدي، واللي كان يوضح إصرار السعوديات على خوض هذه التجربة. خلينا نتابع بهالتقرير. هذا القرار يعني الكثير لي، يعني أنه أنا معترف فيني كمواطنة ومواطنة حقيقية، وأصبح لي صوت وأصبح لي بصمة. التجارب القادمة أن المرأة السعودية قادرة على التغيير، قادرة على العطاء، قادرة على أنها توجه وترشد. السياسي المرأة بطبيعتها تفصيلية، فسوف تهتم بأمور جدا دقيقة، أمور ممكن يغفل عنها الرجل. في التجربة
التجربة النسائية السعودية الأولى تحقق المرأة السعودية فوزا في انتخابات مجالس البلدية، وهنا انهارت الشكوك وبدأ الجد. فبالأمس صناديق الاقتراع امتلأت بأصوات الشعب، وفي صباح اليوم أعلنت اللجنة المحلية للانتخابات السعودية عن فوز ما يقارب 13 سيدة سعودية في عدة مناطق من المملكة، وكانت أول الفائزات المرشحة سالمة العتيبي عن إحدى مناطق مكة المكرمة. في هذه الدورة الانتخابية الثالثة للمجالس البلدية تنكهت بحماس وإصرار أنثوي من السيدات السعوديات، وكانت السيدة نائلة نصيف كأكبر الناخبات عن عمرها 95 عاما. بهذا الفوز للمرأة السعودية ما هو إلا تحقيق عزم وجدارة في مسيرتها. يا بلادي يا بلادي قد على الشان على شاني. نشكر الزميلة المخرجة طفول العبي على هذا التقرير، ونتمنى للمرأة السعودية إن شاء الله نشوفها بأعلى المراتب. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير لكن أكيد برنامج سيدتي مستمر في فقراته. في سيدتي بعد الفاصل. سيدتي تحتفي بالفائزات في انتخابات المجلس البلدي بجدة، وتلتقي المرشحة الفائزة رشا حفظي. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. إحنا هنا بهذه الفقرة بنتكلم عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي اللي تم إعلانها في جدة ظهر اليوم بعد فترة طويلة من الترقب والانتظار، واللي كانت فيها طبعا مشاركة لأول مرة سعودية من سيدات سعوديات طبعا، واللي تم الحصول من قبلهن على مقعدين من ضمن 20 مقعد ظفر بها الرجال. عن الدائرة الثانية فازت المرشحة مها، أو عفوا المرشحة حفظي لم أو على المرشحة الثامنة عفوا رشا حفظي، وعن المقعد الثامن الأستاذة لمى سليمان. احنا طبعا في هذه الفقرة بنحب نحتفي بكل السيدات اللي يعني قاموا بإنجازات عظيمة، وطبعا حيكون لنا لقائنا الأول حصريا على سيدتي عبر شاشة روتانا خليجية مع مرشحتنا الأولى. أهلا وسهلا فيك. أهلا مرحبا. أهلا وسهلا فيك وألف مبروك فوزك أستاذة رشا حفظي عن هذه المشاركة، المشاركة الأولى بالنسبة للسيدات، طبعا فوز عظيم، أول مرة الست تشارك في انتخابات المجلس البلدي، حكينا عن شعورك. يعني احنا بالنسبة لنا كانت الانتخابات المجالس البلدية، احنا شاركنا في الانتخابات السابقة كجهات فاعلة، يعني حاولنا قدر المستطاع ان يعني احنا نستصدر بطاقة ناخب عن طريق مجموعة بلدي وغيرها. حسيت بانتخابات المجالس البلدية كان عندنا مرشح شاب وقتها، فكانت هي كانت بذرة أو بداية نحن نعرف بالضبط أهمية المشاركة في المجلس البلدي، خاصة أنه فترات السنوات العمل السابقة كنت دائما بشتغل مع المجلس، سواء كان من خلال المجلس أو عبر ملفات تنموية أخرى خارج المجلس. الإحساس شوية مختلف، إحساس الانتخاب في حد ذاته، يعني إحساسك كناخبة غير إحساسك كمرشحة. إحساسك كناخبة أنك أنت بتدخلي في قاعة وبتختاري شخص ما يمثلك أي كان هذا الشخص، وبتكوني أنت على وعود مع هذا الشخص ضمن برامج عمل معينة، إحساس جدا مختلف. بيعطي إحساس أنك بتشارك في صناعة القرار، إحساس أنه في نوع من الانتماء داخل قاعة الانتخاب. هذا بالنسبة للانتخابات. أما بالنسبة للترشيح فهي كمان تجربة أخرى. أنا بالنسبة لي كان الترشيح يعني ما هو تجربة شخصية أكثر من هي تجربة جماعية. حتى إحنا حملتنا كان اسمها بدأنا وسنواصل، لأنها تمثل مجهودات مجموعات عمل كثيرة عملت خلال السنوات الماضية، وليست حملتي أنا، يعني لا أمثل نفسي بالشكل شخصي، ولكن أمثل كل المجموعات التنموية اللي اشتغلنا مع بعض في السنوات السابقة. فكان بالنسبة لنا دخول الانتخابات يعني هو تمثيل رسمي لكل العمل اللي كنا بنعمله. في البداية كانت التجربة غريبة لأنه نظام انتخابي جديد، يعني شوف نظام الانتخابات الأخرى، ولكن نظام المجالس البلدية كان بالنسبة لنا جديد. محاولة الدخول في المجتمعات خلينا نقول شوية رجالية، خاصة اللي هم محتكين بالناخبين في الدورات السابقة، كانت في حد ذاتها تحدي. الحمد لله. أكيد إحنا حابين نتكلم عن هذا التحدي، خصوصا أنك أنت من يعني إحنا بنقول على سيدتين، ف
فازوا. أيوة. عذرنا على الـ 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 قلت اول شيء هي الدائره الثامنه، هي الدائره الثانيه اللي حضرتك أيوة. فزتي فيها. ف يعني انت اكيد هتكلمين لنا على الصعوبات، خصوصا انه اثنين فازوا من ضمن 20 يعني مقعد، يعني ظفر معظمها كان رجال. طب خلينا نتكلم عن جزئيه مهمه، خلينا نرجع شويه بالسيناريو لورا ونشوف انت كان كنت متوقع انك تاخذي مقعد في المجلس البلدي، ولا ايش كان السيناريو بالضبط لما جيتي ورشحتي نفسك؟ يعني لما جيت ارشح هي طبيعي، يعني احنا بالنسبه لنا ما كانت تجربه، انا كنت داخله وبقول الفوز يا الفوز يا لا، لانه ماني داخله اجرب تجربه. احنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده، احنا عدينا بالتجربه هذه في 2011، شفت تجارب اخرى سواء كانت انتخابات الغرفه التجاريه او مجالس محليه اخرى، فكان الهدف انه احنا نفوز. بالعكس انا حتى كنت متمنيه يكون اصوات اكبر من كده، ولكن لما بدات في التجربه لقيت مدى صعوبه العمليه، خاصه انه ارجع اقول لك الان انت تشتغلي على محورين استراتيجيين، محور انك انت تكوني صدى وتعملي حراك مع الناس وتفعلي أهمية المشاركة في الانتخابات سواء بالتصويت أو حتى بالمشاركة في البرنامج الانتخابي، وبينك أنت توصلي للناخبين وتقنعيهم ببرنامجك الانتخابي. والناخبين عبارة عن خلينا نقول، ما حقول تكتلات، ولكن هي أكثر من مجموعات اشتغلت مع مرشحين سابقين ولهم مجتمعاتهم الخاصة، فالدخول لهذه المجتمعات كان بالنسبة لنا فيه شوية صعوبة. طيب خلينا نرجع على الجزئية اللي كنت حابة تتكلم عنها اللي هي التكتلات، وأنه كان بتواجهك كثير من الصعوبات وكان بيشكل لك هذا الموضوع تحدي كبير، حكينا عن هذه الصعوبات كيف قدرتي تتجاوزيها؟ يعني زي ما قلت لك، هي حتى لو ما في تكتلات الانتخابات السابقة كانت للرجال، فبالطبيعي الناخب نفسه الفكرة الموجودة عنده في عقله حتى اللاوعي انه كيف طريقة العمل، منهجية العمل، كيف صورة المرشح حتكون. إيجاد مدخل للناخب من خلال عرض برنامج العمل وأهمية المشاركة المدنية ودوره في صناعة القرار كان بالنسبة لنا تحدي، وكنا بنحاول إن إحنا نخصص برنامج العمل بما يتوائم مع فئات الناخبين الموجودة عندنا. يعني هذه كانت زي ما قلت لك أكبر تحدي أمامنا. حاولنا التواصل طبعا قدر المستطاع مع الناخبين، حاولنا إقناع الناخبين من مختلف الفئات، حتى الفئات اللي إحنا قلنا إن يمكن ما تتجاوب مع برنامجنا الانتخابي بحكم إن هم ضمن ما بسميه تكتلات ولكن ضمن مجتمعات معينة، ولكن الحمد لله برضو حصلنا على أصوات قد لا تكون يعني إحنا كان عندنا هدف نحصل على نسبة أعلى من الأصوات، ولكن في الأخير الحمد لله حققنا الفوز. طب الحمد لله، وإحنا سعيدين والله بهذا الفوز، ونعتبركم كبوابة لدخول المرأة المجلس البلدي في الأيام المقبلة. وإنه إحنا برجع برضو بقول إنه هذه المهمة صعبة، لأنه أي شيء أستاذة رشا أي شيء في بدايته صعب، أكيد أي شيء في بدايته أكيد. صعب، يعني كنتوا أنتم يمكن المهمة الأصعب بالضبط لكم. صحيح. بالضبط صحيح. يعني زي ما يقولوا هو كان مرحلة الاختراق ومرحلة بناء صورة جديدة للمرأة في المجلس وبرنامجها التنموي. يعني أنا دائما أخرج من إطار أنه نضع المرأة لمرأة، لا، إحنا نضع المرأة المتمكنة صاحبة البرنامج الأقوى، لأنه في الأخير المرأة الغير متمكنة ما هتخدمني. المواطن ما همه رجل والمرأة، المواطن همه الشخص اللي على المجلس اللي يقدم خدمة يستفيد منها في الأخير. فهذه الصورة اللي أنت بتحاولي أنك أنت تعززيها لدى فكرة الناخب. طيب يعني خلينا ندخل شوية في 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 المرحلة المقبلة، إيش بالنسبة لبرنامجك في المرحلة المقبلة؟ برنامج الانتخابي كان مبني على خبرة تراكمية من رؤية الآلية عمل المجلس في السنوات السابقة، وبنفس الوقت بوافق تطلعات المواطنين. السنوات السابقة للمجلس كان في تواصل، ولكن تواصل محدود بين المجلس والمواطنين. يعني انت لو جيتي في فترة تسجيل قيد الناخبين اغلب المواطنين ما عندهم دراية او علم باهمية المشاركة المدنية او صنع القرار او حتى اهمية المجلس البلدي، ومو عارف اصلا ايش هو المجلس البلدي. فبنينا البرنامج الانتخابي بناء على هذا الشيء وبناء على عدم اعطاء وعود كاذبة. يعني لو طلعتي في برنامج انتخابي لا عندي لا رؤية ولا رسالة ولا اهداف، عندي نية وعندي عزم وعندي ملفات، وتحت هذه الملفات الاستراتيجية في عدد من الأهداف التنفيذية. الهدف نيتنا الرئيسية إنه إحنا نعمل تكامل بين دور الأسرة وبين المجلس، ونخلي المجلس يكون في تواصل حقيقي بينه وبين المواطن. العضو المجلس البلدي لو اشتغل 24 ساعة استحالة إنه يوفي كل طلبات المواطنين ما لم يكن هناك تمكين للمواطن،
ومتابعه مع العضو ويكون في استمراريه في المشاركه سواء كان بالراي او بالعمل مع عضو المجلس البلدي، دور المجلس ما راح يتفعل. فعندنا 5 ملفات استراتيجيه. الملف الاول هو تمثيل الصوت الدائره اللي هي الاحياء اللي انا بمثلها داخل المجلس البلدي عن طريق انشاء مجلس حي في كل هذه فكره طبعا وحنسعى ان احنا نطورها داخل الاحياء. الملف الاستراتيجي الثاني هو تفعيل التواصل بين المجلس وبين المواطنين، تمام. سواء كان عن طريق التواصل الاجتماعي أو عن طريق التواصل الإلكتروني أو الهاتف أو الزيارات الميدانية. الملف الثالث اللي هو تطوير أداء المجلس البلدي. اليوم المجلس البلدي في الدورتين السابقة كان بيشغل على ملفات عاجلة طارئة، الآن نبغى نعيد تقييم أداء المجلس، توضع هيكلية استراتيجية جديدة، خطة استراتيجية معتمدة من قبل المواطنين. والملف الرابع هو تطوير خدمات مدينة جدة. وهذه ملفات احنا كنا بنشتغل عليها من أول، عشان كده بنقول بدأنا وسنواصل، حنكمل العمل فيها وحنتابع فيها، ما بنعطي وعود ولكن حنتابع العمل فيها. الملف الأهم اللي عندي الاستراتيجي وهو استحداث ملفات جديدة في الدائرة الثانية، يعني اللي هي دائرتي. بمعنى انه اليوم انا الدائره الثانيه فيها 5 احياء. يعني كل عمل المجالس السابقه كانت بتشتغل على مدينه جده، احنا بندي نوع من التخصصيه للدائره اللي انا انتخبوني فيها الناخبين اللي هي الاحياء الروضه والسلامه والزهره والخالديه والشاطئ. نبغى نعمل ملف لكل حي، يبقى يكون في عمق اكثر في دراسه مشكله الدائره اللي انا فيها، الخدمات، الحدائق. تخيل لو كل حي يكون له ملفات جديدة داخل المجلس البلدي مصنفة بالأحياء وليست فقط بواقع احتياجات المدينة ككل. طيب إذا تكلمتي على 5 خطوات حابة حضرتك تعمليها في برنامجك، ملفاتي أو نعم ملفاتك في من خلال أنه بالفترة اللي حتكوني فيها، طيب الأنظار حتكون عليكم كثير، خصوصا أنه أول سيدتين شاركوا بالانتخابات البلدية، أنت حاسة أنه حيكون المهمة يمكن ما أقدر أقول صعبة بشكل كبير، لكن في حيكون ترقب زائد متوقع. بس الترقب ليس فقط للمرأة، يعني الآن في ترقب نحو المجالس البلدية بحلتها الجديدة، بنظامها الجديد، بالهيكلة الإدارية الجديدة. والمرأة جزء من هذا النسيج، يعني حتى المواطن كان عنده حطة في بعض الأحيان فقط ثقة حتى مع الرجل مش فقط المرأة. فتوقع زي ما قلت لك الأنظار حتكون على المجلس ككل ليس فقط المرأة. يمكن الأنظار العالمية تتوجه تجاه المرأة، بس إحنا بالنسبة لنا لا، إحنا بنهتم بتطوير ملفات وخدمات المجلس البلدي. تمام تمام. طيب خلينا نتكلم بالملفات اللي تكلمت. اول ملف حتبدا فيه حضرتك كان ايه؟ تمثيل الدائره في المجلس البلدي. تمثيل الدائره بالمجلس البلدي. طيب يعني لاحظتي انه مثلا بالفتره القادمه حيكون المهام، احنا حضرتك قلتي انه هذه بالنهايه هي مهام، وطبعا المهام حتكون يعني توصل للمواطنين كلهم بكل ثقه. طب ايش الرساله اللي حضرتك تحديدا حابه توصليها بهذا المنصب؟ يعني أنا زي ما قلت لك أنا أبغى يكون المواطن يفهم إنه المجلس البلدي والمواطن هو عملية تكاملية. المجلس ما يقدر يشتغل من غير المواطن، والمواطن ما يقدر يشتغل من غير المجلس. في الأخير حتى المجلس دوره الرقابي لا يعني هو دور غريم، سواء كان مع الجهة اللي بيشرف عليها أو بيقويمها أو الجهة حتى اللي بتواصل معها مع أي جهة أخرى غير الأمانة جدة أو أي مصلحة أو وزارة. في الأخير هي أدوار تكاملية، وإحنا حنسعى في هدف واحد. المواطن لازم يعرف إنه المجلس البلدي أو العضو اللي انتخبه ما هو إنسان صاحب صلاحيات واسعة أو هو اللي في يده أنه هو يعمل تغييرات جذرية. العضو يحتاج إلى دعم المواطن، وفي نفس الوقت المواطن يحتاج أنه يصل صوته إلى عضو المجلس البلدي. أنا هذه الرسالة اللي أفهمها أنه التكامل لابد يكون بين المواطن وبين العضو في المجلس البلدي. صح. أنا طبعا أهنيك للمرة الثانية ونتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله مزيد من التألق والنجاح. شكرا لك. إذن مشاهدينا بعد هذه الفقرة ما زالت فقرات بسيدتي مستمرة، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل. الألوان والريشة، تعانق الحرف والقلم، معارض تشكيلية في معرض جدة الدولي للكتاب.